انتهت احداث مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي بفوز المارد الاحمر بهدفين ضمن رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور 16 من دوري ابطال افريقيا. تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للاهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة. واحتسم حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي صن داونز له داخل منطقة الجزاء، وتصدر لها علي معلول لاعب الأهلي وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدفين دون رد. واكتفى الأهلي بثنائية في شباك صن داونز واستمر في السيطرة على الكرة عن طريق التمريرات القصيرة والوصول إلى مرمى صن داونز مرات عديدة ولكن دون ترجمة لأهداف أخرى حتى انتهاء المباراة.